السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تتداخل في تحقيقها العديد من الأطراف التي يجب أن تكون حريصة على إرساء قواعدها من خلال الالتزام بالقواعد المرورية. وفي هذا الإطار تأتي الحملة التوعوية التي أطلقتها الإدارة العامة للمرور وتتعلق بسائقي الدراجات النارية والهوائية. تأتي الحملة التوعوية للإدارة العامة للمرور بشأن سائقي الدراجات النارية والهوائية في إطار الجهود المبذولة لتحقيق السلامة المرورية، ومن منطلق مسؤولية كافة الأطراف المعنية في هذا المجال، إذ تشير آخر إحصائية إلى أن العام 2016 شهد 7 حالات وفاة و150 إصابة جراء حوادث الدراجات النارية كانت السلوكيات الخاطئة وعدم الالتزام بالقواعد المرورية من أبرز أسبابها. مجموع رخص القيادة في البحرين حق الدراجات النارية 33,000 رخصة. عدد الدراجات النارية المرخصة فقط 17,000 دراجة نارية مرخصة، غير الدراجات غير المرخصة. الحوادث اللي حدثت في 2016 7 وفيات و159 إصابة بليغة. في 2015 توفوا 9 و171 إصابة بليغة. الإصابات هذه نتج عنها عاهات، نتج عنها إعاقات، كلها بسبب عدم الالتزام بقواعد القانون، عدم الالتزام باللبس الخوذة. تهدف هذه الحملة إلى توعية سائقي الدراجات النارية والهوائية باشتراطات السلامة المرورية وتجنب السلوكيات الخاطئة. وتشير المادة 45 من قانون المرور رقم 23 لعام 2014 إلى أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 دينار ولا تتجاوز 100 دينار كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: عدم ارتداء قائد الدراجة الآلية ومن بصحبته خوذة السلامة أثناء سيرها. حيث جاءت هذه المادة من منطلق القناعة بخطورة المخالفات المرتكبة والإصابات التي قد يتعرض لها السائق، خاصة الذي لا يلتزم بارتداء الخوذة والملابس الخاصة التي تحميه من تداعيات الحادث المروري. استخدام الخوذة في الدراجة يقلل من فرص الإصابة بالوفاة أو إصابات الشلل بنسبة تصل إلى 97% على حسب دراسات، معظمها دراسات أمريكية وأوروبية. فالخوذة، وطبعا الخوذة أنواع، في خوذة مرخصة وخوذ غير مرخصة. الخوذ المرخصة هي طبعا الداعم الأكبر إلى الرأس ومنطقة الرقبة والفقرات العنقية. معظم إصابات الدراجات النارية تكون للأسف في شباب تحت السن القانوني، ويكونون مو لابسين الخوذة مثلا، مو لابسين الواقي الرقبة. أهم عوامل السلامة حق سائق الدراجة النارية اللباس اللي يلبسه، فأهم شيء يلبس الخوذة وتكون من نوع جيد، ويكون لها شاشة مثل هذه عشان إذا في إغبار أو في حصى في الشارع إنه يكون تحمي عيونه، تحمي وجهه. لباس الجاكيت يفضل يكون في نوع حامي في أجزاء في الأطراف تحمي الجسم، لا سمح الله إذا وقع راكب الدراجة النارية على الشارع ما يتأذى. لبس هذه الفيست لأن فيها عاكس، هذه إذا انعكس عليها نور السيارات تبين حتى لو من مسافة بعيدة. البوت طبعا نرى بعض الدراجين يلبسون مثلا نعال ولا هذه بتاتا لا يمت إلى السلامة بشكل من الأشكال. لازم أن يكون لابس بوت أو سيفتي بوت يكون من نوع جيد علشان السلامة في الطريق. وهكذا تبقى سلامة سائق الدراجة النارية الهدف الرئيسي، والذي يتطلب بالدرجة الأولى الالتزام بالقواعد المرورية والتي وضعت في الأساس من أجل سلامة الجميع.